يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا. مسؤول في عنابة والي تاع عنابة مرض جات طيارة ودول في فرنسا. المرأة التي ضربت في ورقلة في توكورت أيها الإخوة لماذا لم تحملوها بطائرة لفرنسا؟ لماذا الوالي تديوها لفرنسا؟ ولماذا هذه المرأة العجوز أو هذا الشاب المريض لماذا لا تأخذوه إلى فرنسا؟ هذا أصابته جلطة، لماذا لا تأخذوه كما أخذ بوتفليقة؟ هذا السؤال. شوف يا إخوان، بعض الناس يقول لك أنا أشوف الآن في ما حدث في توكورت، أصبح الناس يقتلون بالرصاص الحي، يقتل بالرصاص الحي وهو يدافع عن ماذا؟ عن حقه. رجال الأمن تقتل بالرصاص الحي، لماذا تقتل بالرصاص الحي؟ هذا يدافع عن حقه. أنسي هؤلاء رجال الشرطة أنهم خالفوا القانون وأنهم نزلوا إلى الشوارع؟ نسيتوا هذه ولا ما نسيتوهاش؟ نسينا كيف كانت أصبحت شوارع العاصمة زرقاء ببدلاتهم ولا لا؟ هأنتم عندما كنتم ظلمتم وقلتم بأن مرتباتنا ليست على ما يرام وأحوالنا ليست على ما يرام وبلغ السيل الشبه وخرجتم من السكنات وملأتم الطرقات والشوارع وما عطلتم الناس وذهبتم إلى رئاسة الحكومة وذهبتم إلى رئاسة الجمهورية وصحتم وعيقتم وفعلتم وجاءكم سلال وجاءكم وزير وأعطوكم حقوقكم، لماذا لا تفعلوا هكذا مع الشعب؟ حتى الشعب نفس المظالم التي سقطت عليكم سقط أضعافها أضعافا مضاعفة على هذا الشعب الجزائري، فلما تقتلوهم بالرصاص؟ لماذا تقتلوهم بالرصاص؟ ألا تخافون الله عز وجل؟ أنتم سمحتم لأنفسكم أن تخرقوا القانون وتعطلوا الشارع وكذا، ولم يقف أمامكم أحد، لا جيش ولا الحرس الجمهوري ولا الدرك ولا أي شيء، بينما عندما يخرج الشعب إما أن يدافع عن مظالم اجتماعية أو مظالم سياسية فإنكم تقمعونه وتضربونه. إذن أنتم يا عصا في يد السلطة، عصا في يد السلطة، لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله من مات إن شاء الله وعاف الله من عافى إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. لا تنسوا هذا، إياكم أن تنسوا بأن هؤلاء السلطة ينبغي عندما يرفع العصا وعندما يسوب السلاح لا بد أن يتفكر أنه في يوم ما أيضا هم نزلوا إلى الشارع بغير قانون ونزلوا قالوا لأننا ظلمنا ولأننا حقوقنا هضمت. ورغم ذلك أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما نزلتم أنتم للشارع فاتركوا الشعب. نعم عندما يصل واحد للتكسار أو للتخريب هذا نكفه على يده، نقول لا، وقبل أن يكفه الشرطة نكفه نحن لأننا نحن لا نريد الفساد في الأرض. هكذا شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أقولها وأعيدها وأكررها، يقول عمر بن الخطاب: والله لو عصرت بغلة، بغلة حيوان، تعصر بغلة ولا حمار ولا ويقول لخشيت أن يسألني الله علينا. يرى بأن المسؤولية السياسية في ماذا؟ في عشرة بغل. أيش ما عندش مسؤول؟ هذا الإخوة اللي ماتوا قتلوا بالرصاص في توكورت رحمهم الله، هؤلاء أيها الإخوة وغيرهم اللي ماتوا، آلاف اللي ماتوا، هؤلاء مسؤول عليهم الحاكم، مسؤول. ما من إمام وما من حاكم يأتي يوم القيامة يتولى أمر عشرة إلا وجابوا يوم القيامة في عنقه وفي رقبته. فكه عدله أو بقه جوره. يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا. يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت الآن.